مشاهدينا الكرام، مستمعينا الافاضل، اسعد الله صباحكم جميعا بكل خير ومحبة وسرور. نحييكم باجمل تحية، فسلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من أرضية ميدان دستور لسباقات الهجن العربية الأصيلة في انطلاقة هذه المكرمة على أرضية هذا الميدان ضمن التوجيهات السامية. سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وأخيه سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في انطلاقات سباقات هذا الموسم ومكرمة سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأسبوعها الثاني. شكرا أبو خالد على هذه المكرمة وعلى هذه الانطلاقات. شوقنا الأول الرئيسي من تمت انطلاقته هنا على أرضية هذا الميدان خاص بسن الحجايج في الانطلاقات للثلاثة كيلومترات. نسير معكم مع صدارة هذا الشوط مع المقدمة مع المركز الأول هو الصدارة، وتأتينا مغامرة راشد بن سعيد بن علي الزرعي من انطلقت في الصدارة وفي المركز الأول. هناك تأتينا عراك علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري من تنطلق على المركز الثاني، وعلى المركز الثالث تأتينا هناك غاية أحمد بن سهيل بن مهنا المحرمي، ووصلت هنا طروادة بشعار حمدان بن أحمد بن سعيد بن منانة من تأتينا على المركز الرابع وخامس المراكز العزرة حمدان بن عبد الله بن حمدان بن عبد الله بن دلموك. هذه هي الخمسة المراكز الأولى المنطلقة بالتحديات المنطلقة بالإثارة على أرضية هذا الميدان. نعود إلى الصدارة، نعود إلى مغامرة من انطلقت بالمقدمة بالمركز الأول راشد بن سعيد بن علي الزرعي على صدارة هذا الشوط وعلى المقدمة وعلى المركز الأول. عراق في المركز الثاني تعارك لنيل الفوز ونيل الناموس. هناك علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري من تأتي على المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث مراكزنا غاية أحمد بن سهيل بن مهنا المحرمي من تأتينا على المركز الثالث بهذا الانطلاق، والمركز الرابع. المركز الرابع هناك تأتي أيضا بانطلاقتها وأسماء قادمة، أسماء قادمة، نوف 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 هنا القادمة بانطلاقتها. هنا حمد بن محمد بن معتوق العامري من تأتينا هنا بأول ندى تنطلق بهذا الأداء الجميل. وأرى هناك أيضا تسلل من قبل ثمينة محمد بن القرين بن علي العامري من تأتي على المركز الخامس. ولكن هنا الصدارة ومغامرة، مغامرة لا زالت على الصدارة على المقدمة، مغامرة بالانطلاق وبالتحدي الجميل راشد بن سعيد بن علي الزرعي من تنطلق على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط عينها على الفوز وعلى الناموس. أرى هناك القدوم من عراك، عراك القادمة على المركز الثاني، علي بن راشد بن مبارك بن صرود المنصوري السلوم الله. المركز الثالث هنا الانطلاق من قبل نوف حمد بن محمد بن معتوق العامري والقدوم بأول ندى. هنا شوق مبارك بن سالم بن قروش العويسي، ولكن عروك عروك عراك عراك هنا تنطلق بهذا الأداء وبهذا التحدي والسلام لأهالي الرفيعة. أهالي الرفيعة، لأهالي الرفيعة، لأهالي الرفيعة هنا بالانطلاق وبالتحدي. سلام هناك لمبارك لراشد بن مبارك بن صرود المنصوري. يا سلام يا سلام التحديات، يلا يا راعي جو روح روح. أرى هنا نوف قادمة، نوف نوف وأهالي الهير قادمين.
عروك عروك عروك. سلام 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 وتحية هناك لراشد بن مبارك مسرود المنصوري على هذا الأداء الجميل. تهانينا العلي بن راشد بن مبارك مسرود. المركز الثاني وصلت نوف حمد بن محمد بن معتوق العامر. المركز الثالث وصلت مغامرة راشد بن سعيد بن علي الزرعي. وعلى المركز الرابع هناك الانطلاقات أيضا جميلة وتحديات واردة. والتوقيت الزمني 4:42 هو التوقيت الزمني لعراق. تهانينا والناموس العلي بن راشد بن مبارك بن سرود المنصوري على هذا الفوز الجميل.